قال إذا أردت الدخول على أحد فاستأذن، أي أطلب الإذن بالدخول، وطلب الإذن بالدخول غير السلام، فالسلام قولك السلام عليكم، وأما طلب الإذن بالدخول فبقولك أتأذن لي أو أدخل أو مقام مقامهما، فهما أدبان مفترقان. وصار من عرف الناس في بعض البلاد إقامة السلام مقام الاستئذان، ومن قواعد الشرع أن الأحكام التي تجري في المعاملات بين الناس مردها إلى العرف، لأن الناس أعلموا بما تصلح به حالهم، فإذا تواطؤوا على هذا عمل به. لكن الأكمل في الشرعة الإسلامية والديانة المحمدية أن يسلم العبد ثم يستأذن، فيقول السلام عليكم أأدخل، أو غير ذلك من العبارات المؤدية إلى الاستئذان.